الحمد لله كاين شويه ديال المساعده في السبيطار ولكن ماشي شي مساعده حتى تما فهمتي. كاين الحمد لله المساعده شويه قليله ضعيفه بزاف. الا كان الانسان كتعرفو راه غيخدموا غادي يقدموا لك المساعده الطبيه ولا ما كلشي كيعرفو ما غيديها فيك حتى شي واحد. الصراحه هي هذه جيت عند الطبيب وما جبرتوش شي كاين تما فهمتي. وقالوا لي حتى انا لقيتك ترجع وانا عندي الحاله ديالي الصحيه متدهوره جدا فهمتي. وما كنقدرش نتمشى انت كتشوف الحاله ديالي وهادي والسكان عطاو لي السكان والادويه ما عملت حتى شي حاجه فهمتي. حاسس ان كنعاني اعصاب وهادي وما عرفتش شنو غادي نقول لك دابا. بزاف بزاف ديال الحاجات فيا الحريق بزاف ما كنقدرش نتمشى ما كنقدرش بزاف ديال الحاجه. خصني دابا كنضرب غير الابره باش كنتكرما شويه فهمتي. شنو تنقول لك اختي؟ انا شحالي وانا تبع الرانديفو ديالي السكان اللي عطاوك على 3 شهور 4 شهور ومني توصل لك ديك الرانديفو توصلنا يقولوا لك خسر. وإلا كانوا التحليلات ميتال اللي غاليين يقولوا لك ماشي على برا. وإلا كان رخاص يقوزوا هنايا. إوا المعالجة راه زعما ما كاينش. والصلاة على مولاي محمد الله ينصر سيدنا والصلاة على النبي الحبيبة. أنا دابا عامل لي الرانديفو هادي مو ياخ ملي شبرتو نقوز سكانيل حتى الشهر اللي داخل وقالوا لي تعمل تحاليل على برا. وأنا درويشة ومسكينة والله يكون معنا يا ربي والصلاة على النبي. هادي شي يومين دابا نسيني انا كنجي كنبقانا هنا يعني داكشي معاود فهمتي. ولا خصك شي حاجه خصك تمشي للفورماسيا تجيبها عاد. دابا انا خصني نبدل الفصمه خصني نمشي للفورماسيا نجيب فصمه عاد نرجع عند من هنا. كتجينا هنايا كتبقى مسيف فهمتيني ولا لا؟ كتبقى جالس تماك ما كاين لا علاج لا والو. اذا ما غوتيش واذا ما دابستيش ورونتيش ما كاين والو. ما بغاتش تجوزني حاليا. قلت له انا على يدك قد يسير خذ رونديفو. يعني رونديفو على عطاوني على 6 شهور حتى شهر 6 7 8 يعني عندهم المواعيد طبيبه القلب. مع انا عندي الراديو والقلب ديالي منفخ حاليا نقوس عاوتاني عاود رجعت عاود هوت عاد كتبوا لي باش نقوس التخمه في الطبيب ديال هذا. ما كاينش السبت والحد والجمعه دابا والو حتى نهار الاثنين. انا مريضه كنتخم خارجه باغا تسافر قالت لا قالت نسيده اخرى قوزنا عندي مور الدواء نضر عندي في الدار وانا خارجه دابا غادي نمشي نسافر وبغيت نعطي الاسم ديالها ولكن نظرا ما عطيتش الاسم ديالها. انا ما عطيتش اسمها. عندهم اطباء ما نقولكش ما عندهمش لا عمر سلعة بعد منهم ولكن ما عندناش يعني كافي العلاج. ما كاينش العلاج كافي اختي والو 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 والو. اللي ما عنده شي غير يمشي يسيب راسو يمشي يموت حسن. تعاملوني مساكن داروا لي واحد التصويره ها هي جيت غير جيت لهنا تصورت. المعامله كيفاش دايره؟ بخير الحمد لله استقبلوني مزيان. قلت هذا المكان استقبلوني لا عمرها سلعه وكاين ولاد الناس ما باقين ولاد الناس. باش اللي شفت انا دابا انا ما جيتش على انا مشيت عند جبار عادي. دونك ما تلاقيتيش العلاج؟ لا درت التصويره سلبوني دغيا قسمين كنت مصورنا هذه بسلام قرا على الطبيب. كاين في ليجرتون طبيب واحد كيدوز ليجرتون ديال محمد الخامس فيه طبيب واحد كيدوز. الدولة عاود ما عطيهاش اطباء بزاف ماشي شكونوا. كاين مجتمع فيه بشريه بزاف والطبيب كاين واحد. هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه. كتدخل عاود لشي صاله كتجبر فيه فيرميرو واحد ولا يعني الدوله هذاك الشيء الامكانيات اللي عندها. وكتجبر الاغلبيه المشكل في الدوله ماشي في الطبيب ولا في فيرميرو فهمتي. الدوله كخصها تكون خاصه اطباء بزاف وفيرميروس بزاف ماشي اذا جيت نداوى انا عند الدواء بسرعه وتخصص الادويه وديك ما كيحتاج له المريض. كيعطوني الرانديفو كنجي ندوز الطبيب وكنمشي بحال في الوقت ديالي كندخل ما كندير لا مواعيد لا حاجه كندخل ندوز ونجي بحال. العلاج ديالك؟ عندي العلاج في كل شيء كندخل دابا الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. هذيك الدنيا داك الشيء بدا الله عطانا الله الحمد لله معنا مزيان كثر خير مخلف في العليا الصراحه. العائله هذه عامين ونص وانا متبعه مع السبيطار ما عملوا لي حتى حاجه ما قضاو لي حتى حاجه. سيشري لي الدواء كلشي نشريو بالفلوس ما عطاوني حتى حقوق ديال هاد العائل فهمتيني حتى حق ما عطاوني داعي لها. هو جالس يتعذب انا دابا جالس شحط انا غادي يبيع الدار المريض هو لا يموت شتي جالس يجيب لي مخنوق لي وجالس يجيب لي العائل ما قضاو لي به حتى فايده حتى فايده ما عملوا لي هاد العائله وجالس يجيب ويموت لي. سير خلص الصندوق وانا ما عندي باش نخلص الصندوق. واش غنخلص الصندوق كل سيمانه خصني الولد عايش برا لي كاس خصني نجيبو نخلصو الصندوق باش نخلصو الصندوق. خصني نعرف انا باش غنخلص الصندوق ما عنديش منين غتجي نكون سيمانه انا غنجي نخلص الصندوق بزاف عليا. هما كتبوا لي الدواء انا غادي بحالي وها العيال جالس يجيبها هو جالس يموت ها هو شتي ها العيال جالس يموت قباته. من ناحيه الماده ضعيف هادشي اللي كاين
والمعامله كاينه ولكن الدواء ما كاينش. خاصه تشري. يا خصني نشري. الدواء كيشري ونتيضا ضروري. السيد ديالي زي من 8 الصباح 8 ونص حنا واقفين هنايا، وانما الاطباء كاينين يعني كيعملوا المجهود ديالهم، كلشي كيقول لك انتظر، انا ماشي غير هو اللي كاين ولا لا حنا اللي كاينين. فهمتي يعني تبارك الله طنجه كبيره وكيجيو من طنجه من نواحي ديالها، يعني اوبليجي غنتسناو حنا ونتسناو يا اخرين وغيتسناو يا اخرين وهيبطوا الناس اللي في الفراش اوبليجي فهمتي، والحمد لله.